بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاةً أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني رأيت الليلة رجلين أي ملكين عليهم السلام أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، هي الحديدة التي يعلق عليها اللحم، ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوب من حديد يدخله في شدقه أي في طرف فمه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب، يعني خرق مثل التنور أي مثل الذي يخبز فيه، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته ناراً، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه أي في فمه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه أي في فمه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل، أفضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة،
فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب. أعوذ بالله، فهذا خطر عظيم وأمر عظيم. يشق شدقه أي طرف فمه هذا الكذاب. أما الذي رأيته يشق شدقه أي طرف فمه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. فنعوذ بالله من الكذب، يجب علينا أن نحذر الكذب. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، أعطاه الله القرآن ولم يعمل بالقرآن ونام عنه ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة، يشدق رأسه. والذي رأيته في الثقب فيهم فهم الزنات والعياذ بالله، والذي رأيته في النهر آكل الربا والعياذ بالله، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار عليه السلام، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل عليه السلام وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. الله أكبر. هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ففيه خطر الكذب وخطر الذي يعطيه الله القرآن ولا يعمل به، وخطر الذي يزني والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اهدنا واهده من هديت، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، أي شيء من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. ثم ولى، يعني قال هذا الكلام ثم ذهب، فجلس إلى سارية إلى عمود، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. كان أبو ذر رضي الله عنه يمنع من جمع المال، يرى أنه لا يجمع المال يتصدق به، ولكن إذا أدى العبد زكاة ماله لا بأس أن يجمع، ولكن هو رضي الله عنه كان يرى أنه لا يجوز جمع المال، والناس على كل حال كرهوا ذلك. قال لي خليلي أي الرسول
صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحداً؟ يعني ترى جبل أحد؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، يعني كم الوقت، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون المال، لا والله لا أسألهم ذم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك أنه لا يحب جمع المال وينفقه على الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الزكاة إذا أخرج المسلم الزكاة يجوز أن يجمع المال. فأبو ذر يرى أن جمع المال ممنوع. باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى ابن عن إسماعيل قال: حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد هو تمني زوال النعمة، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، ولكن هذا معناه الغبطة،